السيد عبد اللطيف معزوز وزير منتدى بلاد رئيس الحكومة مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج ازداد سنة 1954 بمدينة صفرو الذي تابع فيها دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية منتمي لحزب الاستقلال شغل في الحكومة المنتهية ولايتها مهام وزير التجارة الخارجية حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة حسن الثاني بالدار البيضاء عام 2000 وعلى دكتوراه الشق الثالث في علوم التدبير من جامعة العلوم الاجتماعية بتولوز سنة 1982 تقلد عدة مناصب حكومية واستشارية مهمة رجل دولة بامتياز السيد معزوز متزوج وأب لطفلين مرحبا بك سيد أبي أهلا وسهلا عرفت مدينة صفرو تنظيم الدورة 92 لمهرجان حد الملوك مهرجان بشرعية تاريخية وثقافية عارضة ما هي الإضافة السيد معزوز التي أضافتها دورة هذه السنة؟ منذ ثلاث دورات مهرجان حد الملوك عرف واحد التغيير اللي ينبني على مبدأ أننا نحافظ على يعني التقليد الأساسي للمهرجان مع إدخال يعني العديد من المستجدات نظرا للوقت الحالي ونظرا للمواسم والموضة كذلك وتماشيا مع أذواق يعني الجمهور العريض اللي كيزور هذا المهرجان هذه ثلاثة سنوات أولا المهرجان كيحضر الرعاية السامية لجلالة الملك نسأل الله هذه ثلاثة ديال الدورات كذلك المهرجان كيعرف واحد الزيارة ديال الجماهير اللي كانت فوق حوالي 500,000 زائر يعني في الأسبوع ديال الاحتفال كامل كذلك هذه ثلاثة دورات و يعني المشاركة تكون مشاركة ديال الفنانون والفنانات المغاربة محضين من كل أرجاء المغرب وخاصة الفولكلور الجهوي وهذه ثلاثة دورات كذلك والمهرجان يعني كيحظى بواحد تغطية إعلامية واسعة المستجد بالنسبة لهذه السنة هو أننا يمكننا نقولوا بحال اللي كيقولوا في الفرنسية قلنا انترناليزي يعني دخلنا استوعبنا التنظيم ديال المهرجان من طرف بطريقة جديدة من طرف المجتمع المدني والمسؤولين الجماعيين ديال المدينة حيث أننا يعني دخلنا خبراء معنا في السنة الأولى يعني في سنة 2010 باش غيرنا الكيفية ديال التنظيم دخلنا مستشارين دخلنا إمكانيات الحقيقة هي هذه بحيث أن يمكننا نقولوا الإمكانيات اللي كنسقروها المؤتمر المهرجان منذ ثلاث سنوات دابا هي تقريبا 10 مرات أو 8 مرات ما كان يعني يسخر له من إمكانيات من قبل لا كنا مستشارون كنا الشركاء اللي ساعدونا وهذا السنة هي السنة اللي دخل فيها رسميا الملف يعني تقبل كملف ترشيح بالوثائق ديالو يعني كامل ديال المهرجان كتراث لا مادي للإنسانية في اليونسكو حنا درنا الطلب هذه دابا عامين ولكن داز من واحد المراحل ديال يعني المراقبة ديال اليوم يعني دابا تقريبا شهرين أصبح يعني مرشح رسميا لكل المعطيات لهذا المهرجان إذا أستاذ كاين إشاعة دولية بالنسبة للمهرجان الشرعية الثقافية المهرجان الإشاعة ديالو النضج ديالو عاوتاني كذلك النضج ديالو كذلك يعني كيعطيكم واحد الالتزامات على اساس يعني المقاربه ديال التقارب ما بين الشعوب شنو كتشوفوا في هذا المستوى هو منذ ان خلق
والمهرجان مبني على هذا التعايش ديال الشعوب، تعايش ثقافي، تعايش لغوي، تعايش ديني، تعايش يعني وطني، تعايش دولي، يعني بحيث ان المشاركه ولات الان كتكتسب واحد النوع الصبغه دوليه. وحتى بالنسبه للاختيار ملكة حب الملك، كاين يعني الترشيح مفتوح على كل المغربيات سواء من داخل المغرب او خارج المغرب. ف يعني الترشيحات كتجي من كل انحاء المغرب وحتى من خارج المغرب. السنه الماضيه جاونا ترشيحات يعني من اجنبيات ماشي مغربيات، ولكن رفضناهم. حنا كنلحقوا على انه يكون مغربيه واينما كانت هذه المغربيه، يعني واي كانت يعني مسلمه او يهوديه. لا لا لا, 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 لا. في ذات السياق استاذ، تنظيم المسابقه ديال ملكة الجمال كنعتبروها في المغرب هي ماركه تاريخيه مسجله باسم هذا المهرجان، غير انه المعايير الكونيه او العالميه للاختيار هي ليست بالضروره مقنعه للمشاهد، وهذا ما حصل في ترشيح ديال ملكة الجمال المغرب هذه السنه هذه، حيث انه المشاهد المغربي ما كيقتناش بهذاك يعني بدوك المعايير. انتم كتجربه اللي كنهضر معكم انتم يعني كتجربه ديال 92 سنه، يعني شنو هو الاجتهاد ديالكم في هذا المستوى؟ هو في الحقيقه الناس فيما يعشقون المذاهب، وبالتالي يعني هذه القضيه ديال ملكة الجمال في اي مكان من العالم دائما كتكون ما يمكنش تستجب للاذواق ديال الجميع. ف اللي حرصنا عليه في هذه السنوات خاصه السنه الماضيه وهذه السنه هو ان هذا الاختيار يتكلفوا به ناس مختصين، باش حنا كان يعني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حنا ما كنعرفوش كل المعطيات، ماشي تخصص ديالنا، جبنا ناس اللي هذا العمل ديالهم كيخصهم في هذا الشيء ديال الاناقه وكذا، وكيدخلوا معايير علميه كذلك، معايير ديال التكوين ديال المرشحات، باش يعني حتى الى مشات هذه ملكة جمال حب الملك بحال السنه الماضيه اللي مشات من ثلاث مرات مهرجان حب الملك لايطاليا، خصها تمكننا بكيفيه مشرفه. دونك يكون واحد المعايير ماشي كلها مبنيه على الجسد، ولكن في داخل فيها اشياء اخرى من غير يعني المعيار الجمالي المحض. على حسب الارتسام ديال بعض القراء في الجريده ديالنا الالكترونيه، عرفت هذه الدوره هذه ولا ربما دورات اخرى يعني بعض الاشكالات، خصوصا على مستوى البنيه التحتيه بوجود يعني فندق واحد. حنا كنعرفوا بانه المهرجان يعني الطاقه الشعبيه اللي كيحضروا عنده يعني عدد كثير، الاف الالاف، يعني كيفاش اجتهدتوا على اساس انكم تستوعبوا هذا التدفق الهائل ديال الزوار، يعني منهم السياح ومنهم يعني الساكنه لجميع هذا المهرجان؟ هو المهرجان موجه باش يعني في يعني في العمق لكل الناس، ولكن يعني كانت الاولويه للسكان ديال المناطق المجاوره، يعني ما نقولش الاقليم ولكن الاقليم الاقاليم المجاوره. في نفس الوقت ما خصناش نحكموا على طاقه ايوائيه ديال صفرو بوحدو، صفرو من حسن حظو في هذه الحاله هذه انه متواجد، يعني الا خديتي نص ساعه ديال الطريق غتلقى واحد المحور موجود فيه واحد الطاقه ايوائيه ديال الفنادق وديال الانديه وديال منازل الكراء، يمكن لا تغطي الحاجيات كامله. كاين فاس مزان فران واحد العدد ديال المدن الصغيره القرى المجاوره اللي فيها طاقات ايوائيه سياحيه اللي هي مهمه، وهذه كتكون مناسبه كذلك لسكان المدينه انهم حتى هما يرحبوا بناس ويسكنوهم. كاين اللي كيجيو عندي العائله وكاين اللي كيكري، وكتكون واحد الحركيه. فلما كتجي 500,000 او 600,000 زائر لواحد المدينه بحال صفرو، الا درتي لهم غير 100 درهم معدل ديال المصروف راه كتعطي تبارك الله واحد 50 مليون،
ديال الدرهم اللي دخلتيها في الدوره الاقتصاديه ديال المدينه راه بالنسبه لهاد الناس مهمه جدا في واحد الفتره وجيزه من زمان. هذا يعني كتكون مناسبه كذلك التعريف بالمدينه، وكتكون مناسبه حتى بالنسبه للمسؤولين هنا كيديروا واحد كتكون عندهم واحد الشحنه يعني ديال الحماس باش كيعجلوا كل التجهيزات ويعني الاوراش يعني الرونقيه للمدينه اللي كتجعل اننا كنربحوا شويه الوقت، بحيث كيكون الانسان شويه يمكن كيخدم بواحد الريتم عادي في طيله السنه، ملي كتجي هذا كيكون واحد الاكسيليراسيون اللي كتجعل ان الى لاحظتوا المدينه الحمد لله عرفت واحد التغيير كبير في الجماليه ديالها، في الطرقات ديالها، في الاناره ديالها، في الخضوره ديالها، الحدائق ديالها منذ 3 سنوات. وهذا راجع الى التراكم، راجع لواحد الرؤيه فعلا، ولكن كذلك راجع لواحد التراكم اللي كل سنه كنستفدوا شيء من امكانيات المهرجان باش ننجزوا بعض الاشياء اللي كتبقى رصيد للمدينه دائما. سيد معزوز، هناك بعض الاستفسارات، هي استفسارات عشوائيه بالنسبه للشان العام ديال المدينه، استفسارات ديال القراء ديال هيبا بريس، اختارينا منهم بعض الذي اهل اننا نطرحه عليك. مرحبا. مثلا عندنا واحد السؤال ديال اين وصل المشكل القائم بين مجموعه العمران ومديريه ديال المياه والغابات؟ انا ما عرفتش شكون هو هذا المشكل بعدا شنو هو شكون فيهم. لان هذا عمران كان يعني قبل ما نجيو حنايا لتسيير المجلس كانت اتفاقيه من خلالها دارت العمران واحد المساحه ودارت فيها تجهيز ديال منطقة السكن، وداك المنطقة السكن راه غادي شاد طريقة، ماشي حنا من عادتنا. على كل حال لا انا ولا الفريق اللي معايا ماشي من داك الشكل اللي غادي نجي ونقولوا داك الشيء اللي داروا الاخرين نحيدوه كامل ونعاودوا من الصفر. هاد الالتزامات وكاينه واحد الاستمرارية خلينا الامور غادية، ولكن في نفس الوقت حبسنا كل التهيئات ودرنا يعني تخطيط معماري بلان داميناجمون اللي خدا منا واحد الوقت طويل، واحد الاستشاره كبيره يعني خدا منا واحد تقريبا عام ونص ديال العمل داؤود، باش حطينا واحد الرؤيه ديال التصميم المعماري للمدينه، واللي ولات يعني ولا تصميم عمومي لكل يعني ولا كما ينص على ذاك القانون، يعني هو التصميم عنده قوة قانون، وبالتالي ما بقاش تدخل، ما بقاش يعني ديروغاسيون، ما بقاش كذا. دونك اللي الناس كيعرفوا شنو هو التصميم راه محطوط وكيعرفين يمكن يدير هذه ولا هذه ولا هذه، حتى وان تعلق الامر بالعمران او غير العمران. كاين واحد السؤال استاذ على الملعب البلدي، كيف تم تفويته ليصبح معرضا تجاريا على حساب النشاط الرياضي؟ سؤال تقدم شويه. لا ماشي مشكل، حنايا بصراحه كنا كنظموا واحد الدوري كتشارك فيه يعني الفرق ديال القسم الوطني الاول الاحترافيين، حضرت معنا الوداد، الرجاء، الوليد الفاسي، المغرب الفاسي، الفاتح، هادو حضروا معنا في السنتين الماضيتين. ولكن بصراحه اليوم اللعب كان في واحد الحاله ما يمكنلكش تنظم فيها دوري ديال كرة القدم من النوع اللي بغينا ننظمو. حنا الآن كنفكرو في واحد البرنامج لتحسين حالة هذا الملعب، وإن شاء الله يكون حتى نحطو فيه العشب باش يكون صالح للممارسة الكروية وفي ظروف حسنة. ولهذا حنا ما استعملناش الملعب كمعرض حيت بغينا المعرض، ولكن استعملنا الملعب كمعرض حيت ما كانش يمكننا نخدموا الملعب كملعب لدوري من مستوى عالي. يعني هذا هو الطموح ديالنا، ما رضيناش اننا، هذا هو نكونوا صريحين، ما رضيناش اننا ننظموا واحد الدوري في ذات الحاله هذيك، وبالتالي غادي نشوفوا كل الامكانيات يعني اللي يمكن لها تتاح باش نحسنوا حاله هذا الملعب ويولي ملعب حقيقي. لان راه كان واحد الوقت كان هذا الملعب كان سيفوت للمنعشين العقاريين وغير ربي شاف من حاله وحبسنا هذا الشيء.
استاذ، كاين واحد السؤال واحد اخر على المقاربه ديالكم في محاربه البناء العشوائي في المدينه والتلوث الذي يعرفه واد اكاي. الو، كاين كذلك هذا موضوع مهم من البناء العشوائي في المدينه موروث، والمدينه كانت يعني اول أو ربما ثاني مدينه في المغرب اللي اعلن عليها مدينه بدون صفر، ولكن في 2009 كان توسيع المدار الحضري للمدينه على بعض يعني القرى المجاوره او الاحياء المجاوره اللي دخلت، ودخلت كيف كانت، هذا ماشي جديد، دخلت كيف كانت. وحنا في هذا العمل ومن خلال خاصه البرنامج اللي تلقوا سيدنا الله ينصرو في 2008 ديال لا ميزانيفو ديال المدينه، استمرينا في ذاك العمل ودرنا استثمارات كثيره، بحيث ان في 2008 2009 الاستثمار كان في مدينة ديال البلديه ما فاتش 2 مليون درهم، نقصنا ل 40 42 مليون درهم، ثم 60 مليون ديال الدرهم، كل تقريبا استثمرت لصالح يعني اعاده هيكله المدينه بالشوارع ديالها بالازقه ديالها بالاناره. كاين احياء اللي ما كانش فيها الضوء تخلى الضوء، اللي ما كانش فيها الماء تخلى الماء، اللي ما كانش فيها الطرقه، اللي ما كانش فيها الارصفه، كذا. هذو كلها اشياء اللي تصوبات، وزعما هذا الشيء ما يعني راه ما كيتشاف بالعين المجرده، اللي دار ما تبانلو بان المدينه تغيرت وتغيرت كثير من هذا الباب. دونك البناء العشوائي كان حاربوه من خلال التصميم ومن خلال هذا البرنامج اللي انطلق منذ 2008 واللي عطينا واحد الدفعه كبيره وبالامكانيات اللازمه. بالنسبه لواد اكاي كاين كذلك مشروع حنا خدامين فيه اللي الهدف منه انا كنقولها لهم كنقول لهم بان صفروا والواد ديالهم دابزين خصهم يتصالحوا، وباش يتصالحوا خصنا ننقيو اولا، وراه خدامين كننقيو ثانيا غادي راه الى درتوا واحد الدوره كتلقاو باننا راه حنا كنديروا واحد يعني مني تبليط ديال يعني لو لي سكو مابيل لو لي ديال الواد منين كيدوز الماء. وثالثا كنديروا مره واحد الحمله ديال جمع الاسباب وكذا ديال التنقيه. وعندنا كذلك مع وكاله حوض صبو برنامج لاعاده يعني هيكله كل الممرات ديال الواد، باش بلاصه ما تبقى بحال اللي قلت لك في حرب مع المدينه، تولي واحد المنتزه وتولي قيمه مضافه للمدينه من 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 من, من شلالات من الكاسكاد حتى جهة الشعبة، يعني هي الخارجة ديال المدينة مرورا بوسط المدينة، لأن كاين واحد النقطة ضغط قوية اللي هي وسط المدينة، بحيث أننا غادي نغطيو واحد 60 متر تقريبا اللي هي اللي كيتلاح فيها الزبل بزاف، غادي تتم التغطية ديالها باش ما يبقاش ذاك الزبل كيتلاح ويبقى الواد في يعني يولي واد يعني ديال التسلية، ماشي واد ديال الانتصار. أستاذ، الاعتصام الموجود في بوابة البلدية والتأثير ديالو يعني على السير العادي للمهرجان، يعني هذا يعطي واحد الصورة شيئا ما سلبية. نحن نأسف يعني الأسف الشديد على وجود 6-7 الناس في باب البلدية ودايرين هاد يعني فوضى، باش نسميوها باسمها، مع العلم أن المدينة معروفة الحمد لله بالانضباط ديالها وبالهدوء ديالها، وراكم لاحظتوا البارح في السهرة تقريبا 20,000 ديال المتفرجين، والامور كانت في امان الله وحفظه، ما يعني ما كان لا تدخل الامن ولا شي حاجه اللي تلفت النظر. الناس تفرجات وصفقات وكل شيء كان نشط، فبالتالي يعني ناس الله يهديهم، هادشي اللي غنقول لكم، لان هادو الناس درنا معاهم حوار وحوار وحوار حول نقطه معينه، واعطيناهم برنامج وما يتكلمون على واحد السوق، داك السوق حنا جينا لقيناه موروث، ودرنا دابا التخطيط ودرنا البرنامج ودرنا الصفقه اللي غادي تنجزوا، ولكن هادو الناس عندهم غرض اخر ما عندنا.
الا كانت يعني كما كتقول الفوضى يعني علاش ما تكونش مقاربة الامنيه؟ هادشي خصك تولي اهل الشان. استاذ الموقع ديالكم في الوزاره كيعطيكم الصلاحيه النهوض بهذا القطاع هذا، غير انه هناك بعض الاسئله من طرف بعض الناس اللي في الجاليه ديال ايطاليا، يعني كيهضروا على ذاك الزلزال اللي وقع في الشمال ديال ايطاليا والاوضاع ديالهم المزريه، وكيعاتبوكم على اساس انكم ما دخلتوش. يعني فين كتشوفوا راسكم انتم في هذا الموقع في هذه الهضره هذه؟ واش مسؤوله او غير مسؤوله؟ لا لا، كذلك ربما اللي قال اننا ما دخلناش غير ما هو ما متبعش الاحداث الحقيقيه، والا يعني كاينه سوء النيه باش نكون واضح. التدخل كان منذ البدايه، اولا تبعنا الامور دقيقة والأخرى، ودايرين واحد الخلية ديال التتبع فيها وزارة الداخلية وزارة الخارجية ووزارة الجالية. وثانيا أننا كنا حنا البلد الوحيد اللي عنده الجالية ديالو في ذاك المنطقة، اللي مشى لعند السلطات الإيطالية بأمر من جلالة الملك، وذكرنا معهم حول كل يعني المقتضيات اللي يمكن تاخذها واللي كتاخذها السلطات الإدارية الإيطالية، وشنو يمكننا حنا نديرو. الايطاليين، ايطاليا هي دوله عظمى من الدول الكبرى، ايطاليا قادره انها تسير مثل هذه المشاكل، رغم ان يعني كيكون دائما في ذاك اليومين ثلاث ايام ديال الزلزال كيكون واحد شويه ديال الارتباك، ولكن من بعد الامر النقاش اللي كان عندنا مع السلطات الايطاليه هو ان المغاربه يعني يجب ان يحظوا بكل يعني الحقوق اللي كيحظوا بها الايطاليين، في السكن، في التغطيه الصحيه، في الاكل، في المساعده النفسيه اذا دعت الضروره لذلك. فودرنا حنا البلد الوحيد اللي درنا خاليه في عين المكان كتدور كل يوم على المخيمات اللي متواجدين فيها الناس ديال الزلزال، باش كتشوف واش يعني الامور في بسلام او لا. ولما كتدعي الضروره اننا ندخلوا مثلا بامكانيات ماديه او غذائيه او غيرها كندخلوا. اللي درنا لحد الساعه هو ان مثلا الله يرحمه من جوج ديال الاخوان المغاربه اللي وفاتهم المنيه في هذا الزلزال، وانا كنت تما النهار ديال الزلزال الثاني، كنت في عين المكان بحياتي الوقت اللي كان 5.9 وماتوا الناس بزاف، انا كنت ما في اليوم نفسه، وتلاقيت مع ممثلين ديال الجمعيات ديال الجاليه اللي ساكنين في ذاك المخيمات، وتفاهمنا على طريقه التعامل، لان كلهم معاو بان المغاربه رجال ماشي شميت، ما يمكنش عايشين مع الايطاليين مده طويله وقع هذا مشكل طبيعي، ماشي هو مشكل انساني، والسلطات الايطاليه دايره كل ما يجب ان تقوم به، ونقبطوا حنا ونزيدوا خلفه بحالنا، هذا ماشي لا يعقد. دونك هما متفقين مع هذا المنطق. في نفس الوقت يعني درنا بعض الاجراءات، مثلا الاطفال ديال ذاك المنطقه اللي بغاو جبناهم في مخيمات صيفيه، غادي يجيو ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله مجانا، كيجيو للمغرب كيدوزوا المخيم الصيفي. كذلك الناس اللي في حاله صحيه يعني مزريه، الناس اللي ما يقدروش يتحملوا الحياه في المخيم، كذلك حتى هما كنجيبوهم على نفقه الدوله. النساء مثلا اللي حوامل وتولد ولا عندها واحد الصبي صغير وما عندهاش الامكانيات باش تخلص يعني الطائره ديالها كنعاونوا، ولكن باش نديروا داك يعني الناس اللي كتنتظر ان يكون شي عمليه، احنا ماشي حرب، هذيك ماشي حرب، هذه كارثه طبيعيه دازت، والسلطات قايمه بالواجب ديالها، وحنا يعني البلد، انا كنقول لك البلد الوحيد اللي عنده خليه تنسيق مستمره بين السكان ديالنا المخيمات والسلطات الايطاليه، وكيجيونا الاحصائيات يوميا يعني، فلهذا انا ما يعني ما شايفش
شنو هو اللي كيقولوا الناس المشكل، شنو هو المشكل. وحتى بالنسبه لرمضان ما هي ان برنامج ولا رمضان، لان احنا عارفين بان داكشي باغي غادي يستمر ولو جزئيا حتى لشهر رمضان، وغادي ان شاء الله واحد البرنامج المصاحبه في رمضان، سواء تعلق الامر بالافطار او بالتاطير الديني او الثقافي في مده طيله شهر رمضان. استاذ، بالنسبه للجاليه المغربيه كاين واحد المشكل اللي هو مطروح، ان يعني واحد 80 حتى 90% ديال ابناء الجاليه، يعني الجيل الثاني، ما كيعرفوش اللغه العربيه اللغه الام. يعني علاش ما بدلتش، يعني شنو هو التصور ديالكم، ولا شنو الحلول اللي كتشوفوها مناسبه باش تحاولوا ابناء الجاليه يعرفوا اللغه العربيه ديالهم اللغه الام؟ هو اولا في الخارج او في المغرب التربيه الابناء هي اولا من مسؤوليه الاباء، باش ما نبقاوش نلوحوا كل شيء على الدنيا، ولكن يعني وعيا منا بضروره يعني الحفاظ بالارتباط الهويه ديال، والحفاظ على الهويه، احتفاظ بالبلد والحفاظ على الهويه ديال الجيل الثاني والثالث وما بعد ذلك. نقوم بالعديد من المبادرات باش يعني ابناء المغاربه يبقوا مشبتين باللغات والثقافات المغربيه. ومن ضمن هذه الاعمال اللي كنقوم بها، اولا وانا اؤمن انه الحل الاساسي والجذري هو هذا، هو النقطه الاولى اللي غنتكلم عليها، هو اننا كنديروا واحد العمل اللي يمكن ما كنهضرش عليه بزاف، لان كنتسنى حتى يعطي النتيجه ديالو، وربما سيعطي نتيجته في الاسابيع القليله القادمه بالنسبه لفرنسا، هو ادراج اللغه العربيه كلغه اجنبيه رسميه في المدارس الاوروبيه او المدارس الكنديه مثلا، اللي حتى في كندا كنت عندهم، كانت من الامور اللي كنطرق لها دابا فوقاش ما كنسافر، ما كنمشيش نشوف الجاليه، حتى كنمشي نشوف الحكومات المعنيه. ومن النقاط الاولى اللي كنلح عليها هي هذه ديال 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 اللغه، دونك ادخال اللغه في التدريس يعني العادي، يعني الرسمي ديال المدارس. وهذا بداو كيقتنعوا به، بداو كيقتنعوا به. راه كاينه واحد المناظره غتكون في ليل الفرنسيه في الاسبوع المقبل، اللي غيكون المحور ديالها هو هذا، هو ادخال اللغه العربيه. مؤتمر من طرف الاتحاد الاوروبي هذه النظره، وقايمين بها مقاربه بدعم من وزاره الجاليه. في انتظار هذا، كاين هناك اولا تقريبا واحد 600 معلم او استاذ مغربي اللي منتشرين في العديد من الدول، كيقوموا بدروس موازيه، يعني دروس خارج الاطار ديال البرنامج يعني الرسمي، ولكن كتكون في المدارس. كذلك قمنا بواحد العدد ديال المبادرات مع جمعيات ديال اولياء واباء التلاميذ في ايطاليا، في اسبانيا، في كندا. لما مشينا تشنا المركز الثقافي ديال مونريال، راه كانت مناسبه اننا نطلقوا هذه العمليه هذه، وكنساهموا، كنصيفطوا يعني الكتب ويعني البرامج فاش كيقراو، وكنساهموا كذلك من خلال تغطيه بعض المصاريف ديال هذه الجمعيات اللي كتعمل في هذا الحقل ديال تعليم اللغات والثقافه المغربيه. دونك كاين ثلاثه المستويات: ادخال اللغه في البرنامج الرسمي، تدريس اللغة في العديد من المدارس في البرنامج الموازي، وكذلك العمل مع الجمعيات. يعني وكنتمنوا على ان النقطة الأولى هي التي ستعمم وستأخذ يعني الأغلبية في المستقبل. هذا ماشي سهل، ما يدارش في عام ولا في عامين، هذا عمل كنقوموا به حنا، وكيخص جمعيات المجتمع المدني لا في البلدان المجر ولا في المغرب تقوم كذلك بالدور ديالها التحسيسي والتعبئي باش يكون هذا الشيء مسير ان شاء الله. استاذ، بالنسبه كاين واحد الاشكال مطروح، حتى هو كيعانيو منه الجاليه، هو ان سواء القنصليات ولا السفارات بعاد عليهم. يعني واش ما حاولتوش انكم يعني تكثروا، بحال يعني الشكل ديال فرنسا في المغرب دايره بزاف ديال القنصليات؟
احنا دايرين اكثر من فرنسا في المغرب العدد القنصليات. لا يعني ما عاد فرنسا ما عندهاش الجاليه هنا ديالها يعني العدد الفرنسي المقيمين في المغرب ضعيف يعني غير ما كيتعاملوا هما غير حسب الفيزا وكذا يعني ان مثلا في المغرب يعني شحال كاين ديال المغربي في فرنسا راه اكثر من مليونين اعتقد هو اسبانيا. لا باش نكونوا يعني واقعيين قنصلية راها يعني مؤسسة بتكاليفها وموارد ديال المغاربة المتواجدين في واحد المنطقة معينة. أظن أنه على كل 70,000 وقيلة ديال المغاربة كيحاولوا يديروا قنصلية. ونحن نؤمن أن في المستقبل القريب إن شاء الله يعني الدور ديال ما يمكن أن أسميه بالقنصلية الإلكترونية سيخفف بكثير هذا العبء وما يبقاش كاع الناس يفكروا في هذا الشيء القنصلية لأن الخدمات غادي تبقى تسهل خاصة مع إدخال هذا يعني اللي فيش بيومتريك وهذا لاكارت ناسيونال الإلكترونية والباسبور البيومتريك كذلك هذه أشياء اللي غادي تسهل الأمور لأن الناس حسوا دابا بالضغط لأن كيبغيو يغيروا البطاقة الوطنية كيحتاج واحد العداد ديال الوثائق اللي موجودة في المغرب والقنصلية معنا ما دير لها فهمتي دونك هذا غادي يدوز هذا الشيء وراه حتى في هذا الشيء اللي كيدار كاين واحد التحسين وكاين كذلك وزارة الخارجية دايرة واحد البرنامج واللي بدا كيعطي الثمار ديالو بشهادة الجالية لأن أنا كندير راسي في بلاصة الإخوان ديالنا في الخارج هذاك اللي عاش في واحد القنصلية ما دابا ودخلات في ذاك استفدت من ذاك البرنامج ديال العصرانة وديال كذا راه ما بقاش كيهضر دابا شكون كيهضر هذاك اللي مازال القنصلية ديالو ما وصلت النوبة ما يمكنناش تقريبا واحد 80 قنصلية وكلها تجهزها بهذا الشيء العصري وتدخل عليها العدد ديال هاد الجديدات فهذا الشيء كيخصو شوية الوقت ولكن يعني البرنامج غادي يعني بصراحة زرت قنصليات من النوعين كاين فرق كبير بين القنصلية اللي دخل فيها هذا البرنامج الحادثة من ناحية تنظيمية من ناحية الإلكترونية من ناحية ديال المعلومات إلى آخره وبين القنصليات اللي مازال ما وصلتش يعني هذا الشيء غادي كاين واحد يعني كاينة سياسة في هذا الباب وكاينة إرادة في هذا الباب وبالتالي خصها شوية الصبر. سؤال كاين يعني السؤال من قبل الأخير أنه أبناء الجالية يعني في حالة السنوات الأخيرة تعرضوا لبزاف ديال المحاولات الاغتيال يعني بما الميزة العنصرية شنو هما الحلول اللي كتشوفوها نتوما مناسبة باش يعني تحدوا من هذه الظاهرة؟ يعني طبعا بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع يعني هذه القضايا هذه كلها كتاخذ واحد الحدة مرتفعة في أيام الأزمة اللي كتكون الأزمة أنا أعطيك واحد الرقم يعني باش تعرف كيفاش يمكن المواطن دغيا يدير شي حسابات عنصرية سهلة. اليوم عدد العاطلين في إسبانيا كلها فيها الهجرة والإسبانيين كاين تقريبا 5,600,000 معطل. عدد المهاجرين في إسبانيا كلها بكل الجنسيات وبالاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي 5,400,000 يعني تقريبا قد ذلك المواطن البسيط يعني شادي يقول مع راسه يقول ولا مشاو بحالتهم هاد المهاجرين كاملين ما تبقاش عندنا البطاله وما يبقى عندنا مشكل وبالتالي كتولي واحد الرؤيه ديال داك المهاجر راه هو سبب المشاكل راه هو سبب الحلول ماشي سبب المشاكل راه هو اللي دار التنميه هو اللي كيدير اشغال اللي ممكنش يديرها المواطن المحلي الى غير ذلك دونك هاد الشيء كيربي ملي كان الازدهار ما كنتيش كتسمع هاد الشعب ملي جات الازمه وكذا كاين واحد الخطاب السياسي كذلك اللي كيروجوه بعض يعني الاحزاب في اوروبا اللي كتجعل ان هاد الشيء كياخذ واحد حنا كيفاش كنسيروا هاد الشيء كنسيروه اللي قلت لك فوقاش ما كنمشيو لشي بلاد كنتلاقاو مع المسؤولين مثلا في ايطاليا انا تلاقيت مع وزيره الداخليه وزيره العدل وزيره الخارجيه وزير الاندماج وكذا باش كنشوفوا شنو هما وكنديروا خلايا مشتركه باش يكون شويه ديال يعني الوقايه افضل من العلاج وشويه ديال الاخبار وكذلك حتى الحكومات المعنيه يعني راه كتسهر على هذا الشيء بصراحه الا شفنا يعني كاين حسن النيه في جل الاحيان يعني
خصناش نشوفوا غير الخطاب المتطرف اللي كتروجوا جهات غير مسؤوله، خصنا نشوفوا العمل الايجابي اللي كتقوم به الحكومات. وبصراحه انا اللي كيفرحني هو ان كل ما زرت شي بلد ولا ماشي رسميا بحال اللي كيقولوا اون ابارتي، كيقولوا لي بان الجاليه المغربيه من احسن الجاليات اندماجا، وفي بعض الدول كيقولوا لي هي الاكبر اندماجا في البلد المعني بالامر، واخص بالذكر ايطاليا، لان ايطاليا الناس كيعطيو واحد الصوره شويه يعني يمكن نسميوها كاريكاتوريه للجاليه. كاين 600 الف مغربي في ايطاليا، وخصنا نذكروا بان كاين 60 الف مقاول مغربي في ايطاليا. 60 الف مقاوله ايطاليه على راسها مغربي، من ذاك المقاوله الصغيره جدا الى مقاولات كبيره. فالايطاليين فرحانين ان يكون عندهم 60 الف مقاول خاصة من جنسية مغربية. فهاد خصنا مابقاوش نروجوا غير الصور النمطية والتجربات الفاشلة، كاين تجربات ناجحة وناجحة جدا. مشيت لبلجيكا لقيت مغاربة في البرلمان، مغاربة في الحكومة، مغاربة على رأس الشركات، كذلك مغاربة في أزمة، ولكن كاين واحد لا سوليداريتي خصنا نقولوا هاد المغاربة بصراحة كيتعاونوا فيما بينهم. في إسبانيا أزمة مدقعة، ولكن رغم ذلك كاين مغاربة ناجحين في السياسة، في الاقتصاد، في المال، في جميع المجال. ولكن راه كاين تقريبا 836 ألف مغربي اللي عنده لاكارت سيجور في إسبانيا، يعني راه خدامين وكذا. يعني الظرفية أنا اللي كنقول الإخوان ما كنزورهم وكنقول لهم الظرفية صعبة، ولكن صعبة في كل مكان، ماشي في إسبانيا بوحدها، يمكن في إسبانيا أكثر، ولكن وحتى في المغرب راه كاين أزمة، كاين هذا. ولكن الإنسان ياخذ يعبر هكا وهكا، ما يشوفش غير شهر ولا شهرين، يشوف المستقبل. فكنقوموا بواحد العمل كذلك جبار مع الحكومات المعنيه باش نحاولوا نشوفوا حلول ديال لو ريسيكلاج، ديال ريديبلومون، ديال اعاده تاهيل باش الناس، يعني حيت كاين قطاعات كتعرف ازمه خانقه، وكاين قطاعات اللي فيها امكانيه العمل مهمه داخل اسبانيا مثلا، وزياده على داك الشيء داخل اوروبا الى توسعات. وكندير حنا كنهيئوا واحد الموقع الكتروني باش نعطيو الناس واحد الرؤيه شويه على الفرص اللي يمكن لها تتواجد عبر العالم، يعني باش يتحركوا، يعني تكون واحد الحركيه، واحد الموبيليتي، لان هذه هي لا توندونس، يعني الاتجاه اللي غادي فيه الهجره العالميه. لان ما ننساوش الاحصائيات الدوليه كتقول بان يمكن 240 مليون مهاجر في العالم، من دابا 10 سنين غتولي 420 مليون مهاجر في العالم، يعني الهجره ماشي شي حاجه غتسالى، غادي تزيد ترتفع، ولكن غتاخذ يعني الوان اخرى واتجاهات اخرى الى اخره، وخصنا كنسيروا هذا الشيء. استاذ السؤال الاخير اللي هو مهم تقريبا بزاف، في الايام الاخيره تحدثوا على نقطة عبور، برنامج نقطة عبور سنة 2012، من خلال انني يعني درت روبورتاجات بزاف في الميناء، سواء الميناء ديال القصر الجديد ديال القصر الصغير، سواء طنجة القديم، سواء الناظور. يعني مين كيجي باش يدخل خصو يعني واحد الساعات وهو ديجا كيكون تكرفص في الباطو، يعني واش ما جبتوش شي جديد في هذا في نقطة عبور ديال سنة 2012؟ غير باش نكونوا الحين خصنا دائما نشوفوا الكأس من نصفين مملوء ومن نصفين فارغ، وهذا كأس انا كنظن 90% ديالو مملوء، ماشي وكاين واحد 10% باقا خصها يعني باقا فارغ. انا كنت حتى انا مهاجر ديال العلم، وكنت يعني كندير هذا، كان عقل، كنا كنبقاو 36 ساعة في الكوزيرات كنتسنى. اليوم ما كاينش اللي كيفوت 40 دقيقة، ضروه، اللهم إلا كان شي أعطاب شي باخرة ولا شي حاجة. فمن المنتظر أن هذه السنة يعني في أوقات الذروة ما يمكنش تفوت يعني 25 دقيقة ديال الانتظار. دابا ملي كيدخلوا ذاك وقت الذروة جيت يعني نقطة العبور الجمركية المغرب، كاين واحد التنظيم اللي كيسهل حسب النوعية ديال العابرين، الحافلات، العربات الكبرى، العربات الصغرى، الرجلين. مثلا واحد الرجل ما كيوقفش حتى دقيقه،
يعني في البلاصه. اللي عنده سياره معوطه راه كيوقف في جوج دقائق بغا كيشوفوا له. اللي كيجيب معاه الحمولات الكبرى وضروري ان تكون اجراءات اللي كتجعل ان يعني الناس اللي مكلفين بالامن وبالجمارك يشوفوا شنو هزينا الناس. كيجي واحد الانسان جاي معاه كان يعمر باشياء ما عرف الانسان شنو فيها، كاين اشياء ممنوعه، كاين العديد الاشياء ملوثه للطبيعه، كاين يعني بضاعات اللي خص تادى عليها الجمارك. القانون ما يمكنش حيت انت مغربي قاطين بالخارج تجي دونك باش ما نديروش كل شيء في سله واحده. اللي كيعانيو شويه حتى يمكن كيعانيو من هذا من هذه القضيه ديال الانتظار ديال نقطه العبور، هما الناس اللي كيجيبوا شاحنات او يعني ذاك الفورغونيت عامره بالعدد ديال الكلا، فضروري انه يكون واحد يعني العمل قانوني هذا ما عندي ما ندير. استاذ معزوز شكرا على الصدر ديالك وكنهنيوك بنجاح المهرجان للمره الثانيه. الله يبارك فيك. كلمه اخيره مقتضبه زوار موقع هبة بريس. هبة بريس كنهنيكم على مواكبتكم للخبر اينما حل وارتحل، وعلى يعني مصاحبه كل ما يقع في المغرب وحتى خارج المغرب، وتسخيركم الطاقه ديالكم الجاليه لان هي في احوج ما يمكن من هذه المعلومه، خاصه هما متعطشين جدا من لما يقع في بلدهم. فكنشكركم على هذا العمل وكنتمنى لكم التوفيق وان الاخبار ديالكم دائما تكون اخبار مبتسمه كما هي عاده بالموضوعيه. اولا الخبر بحال اللي كيقولوا الخبر مقدس والتعليق حر. شكرا.